حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ معانا فيديو عن برج الميزان، وهندرس جوانب هذا البرج بكل ما فيه. الميزان الرمز بتاعه كده اهو، وده اسمه بيت الزهرة، واسمه هبوط الشمس اللي هي دايرة وفيها نقطة كده، واسمه هبوط بلوتو اللي هو كده بهذا الشكل، واسمه شرف زحل، واسمه وبال المريخ. دول 5 جوانب تقريبا في برج الميزان، وأيضا له جانب إضافي كده من بعيد لبعيد اسمه شكل البرج ذات نفسه، أنه يمثل كفتي الميزان. الزهرة هي كوكب الجمال والزينة، وكوكب اللهو والمرح وخفة الدم، ويعني كوكب خلو المسؤوليات. مفيش أي مسؤوليات على أي إنسان، بالعكس ده إنسان خالي من المسؤوليات. وأيضا الزهرة هي كوكب العطور، وخد بقى عندك بقى الزهور، وخد عندك بقى الفاشونيستات، وبرضو بالمرة الراقصات الاستعراض. وموضوع الراقصات لو لاحظت ان مريخ صافينار او صافيناز عندها ايه؟ عندها مريخ الميزان، فعندها المريخ في الميزان. ودايما حتى المهندسين المعماريين عندهم اشياء في برج ايه؟ في برج الميزان. وخد ضيف عليهم الرسامين، الناس اللي يعملوا لوح ويعملوا تصميمات، وخد عندك الديكور وبرضو تصميم الازياء. كل ده كده بس في الجانب بتاع الزهرة، كوكب الجمال وكوكب الزينة. وضيف معاهم بقى فلاتر السناب، انه مثلا يبقى فيه عيوب في البشرة فيخفيها او يلغيها. وضيف معاه عمليات التجميل، احنا قلنا العطور، وقلنا وضيف معاها كمان موضوع العطور ده، يعني برضو البخارات اللي بتعطر المكان وكلام زي كده. يبقى اصبح الميزان ده شيء جميل او محبوب، محدش فينا يقدر يعيش بدون عطور وبدون روائح حلوة، محدش فينا يقدر يعيش بدون الفن، الاغاني، الجمال، الحاجات دي. هتلاقي ان من احسن 2 موجودين في الوطن العربي من التسعينات لحد هذه اللحظة، لحد 2020، هما مثلا عمرو دياب وشيرين. شيرين دي ميزة، عمرو دياب برضو ميزة. يبقى دول الفنانين، المغنيين، فاشونيستات، كل حاجة شكلها جميل أو كل حاجة تعبر عن جو المتعة تلاقيها في الميزان. يبقى أصبح الميزان ده شيء له استفادة في التاريخ وفي الجغرافيا. وطبعا أهم حاجة في اللي احنا قلناه كله ده، أهم حاجة شيرين. ليه؟ لأن شيرين دي صراحة يعني مهمة جدا في التاريخ. طيب، ضيف على كده أن الميزان هو برج المجاملات، لا يظهر العيوب أبدا، يعني هو يخبي العيوب، لا يظهر العيوب بل أنه يداريها ويعمل على إخفائها متعمدا. هو مش بيخفيها كده وخلاص، لا، هو بيخفيها متعمدا، يعني هو بيخفي العيوب متعمدا، حتى انه كمان يعمل عملية تجميل مخصوص انه يخفيها نهائيا. فالبرج ده مهم، احنا محتاجين البرج ده. الميزان اضافة عليه قلنا هو وبال المريخ. كويس، المريخ ده كوكب الحرب، لما تعمل وبال يعني هتمسك القلم كده وتيجي على كلمة الحرب دي تشطبها، كلمة وبال يعني تشطبها. ضيف مكانها بقى السلام، معاهدات السلام، الهدوء، الراحة النفسية طبعا لأن مفيش حرب. فتلاقي البرج ده يعني ناس كده لطيفة، وناس هم بيتعرفوا دايما باللطف والهدوء، وفيهم طابع الأنوثة عالي شوية. احنا كل ده لسه بنتكلم باحترام ومغلطناش ولا قربنا للمناطق الحساسة. هو وبال المريخ فعلا السلام ومعاهدات السلام والجو المسالم ده كويس، لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس. طيب، هل من الممكن انه مريخ الميزان يكون مناسب لطبيعة الرجل؟ هو لا يناسب طبيعة الرجل. ليه؟ لانه هيطلع رجال خيخة، وطبعا معروف ان البرج ده يعني مناسب للبنات بس، لكن موضوع الرجال ان يبقى رجل من برج الميزان هيطلع خيخة وملوش كلمة. ف
فيعني مراته تمشي عليه، واحد من الشارع يمشي عليه، وطبعا احنا لسه كل ده برضو لسه بنتكلم بأدب وباحترام. المهم احنا فرحانين انه الزهرة بيتها في الميزان، وانه المريخ وباله في الميزان، ومفيش حرب، والناس قاعدة وبتضحك وبتغني. وعلى فكرة الزهرة هي كوكب الجمال والزينة واللهو والكلام ده، ولها وجه نحيس، لها وجه سلبي بيوصل بقى بي الى اشياء اخرى، يعني من ضمنها الخمر، يعني الشهوات كلها بمختلف انواعها باشكال، الممارسات الجنسية كلها. يعني هنا ممكن تضيف الممارسات الجنسية بمختلف صورها تضاف تحت بند الزهرة، ولكن بشكل سلبي. فأنا بتكلم هنا في الشكل الإيجابي بس، لكن الشكل ده زي ما هو فيه هنا إيجابي فيه زيه سلبي. نقلب الصفحة ونكمل خلاص، يعني نختصر الكلام إنه وبال المريخ ممكن يجيب شخصية ضعيفة بقى شوية. بالمرة بلوتو هو هبوط بلوتو، فبلوتو ده يعني هو كوكب الهد الشديد والبناء، أو بمعنى أصح بلوتو ده هو كوكب الراديكالي. الراديكالي يعني إيه بقى الراديكالية؟ يعني ده واحد يدخل يهدم النظام كله ويبني من أول وجديد. طبعا ده مش مطلوب. ليه؟ لأنه أنت تكون جماعة راديكالية أو فكرك فكر راديكالي، يبقى أنت هتخرب كل حاجة، هتخرب النظام الاجتماعي، هتخرب النظام السياسي، هتخرب النظام الاقتصادي، هتخرب النظام التجاري، هتخرب معاهدات وأنظمة كتير. فده هو هبوط بلوتو، لأنه لا يستطيع عمل هدم كلي وبناء كل، لازم يحتفظ ببعض الجذور. فلذلك هذا البرج هو هبوط بلوتو، يعني الميزان هو هبوط بلوتو. خلاص خلصنا من النقطة دي برضو ورميها على جنب، عشان احنا عاوزين نوصل لنقط مهمة جدا. نيجي بقى للمصيبة الزرقاء والمصيبة السوداء. اولا كده هنا من لحد هنا كده هو بقى هيبتدي الشتيمة، اللي جاي ده بقى كله ضرب ضرب، مفيش شتيمة. طيب هو شرف زحل، وبالتالي هو بيشترك مع زحل في موضوع انه الكارما، يعني الميزان هو برج له علاقة بالكارما، لذلك الميزان له علاقة بالمحاماة والقضايا والمحاكم، ويبتدي بقى يحاكمك بقى. هنيجي جايبين كده خط كده ونعمل حاجة كده، ونيجي جايبين كده وإيه، نرسم بقى كفتين الميزان عشان نشوف القصة الزرقاء دي. أولا فلان غلط مع فلان، نفض الخناقة ويلا ناخدهم على المحكمة. يا فلان الأولاني أنت معاك الحق، ولا فلان التاني اللي معاه الحق؟ يبقى في طرف أول وفي طرف تاني، القاضي لازم يحكم الواحد منهم او يعمل صلح فيما بينه. فهنرجع بقى الموضوع ايه، لموضوع المصالحة والمهادنة واتفاقية السلام والصلح بين المتخاصمين المتعاركين الطرفين المتنازعين والكلام ده كله. ممكن الحكم بتاع القاضي يجي حكم ظالم شوي، يكون هو في مجاملة او محاباة، او ان في شخص تاني دخل معاهم كده على الخط، ابن عمه القاضي ابن عمه، يبقى كده اصبح في رشوة في الموضوع، او في مجاملة او محاباة زي ما قلنا، او كلام زي كده. فده مشكلة ان زحل يكون شرفه في الميزان، لان مش دايما الميزان بالعدل. لو كانت الارض فيها عدل، لو كانت الارض دي فيها عدل كافي، ما كناش احنا جينا اصلا. ليه انت داخل هنا في الارض؟ علشان تحقق العدل، والعدل مش راضي يعني يتم بالشكل الكافي. في دول القضاء عندها خربان، حتى سيدنا يوسف ذات نفسه نبي من الانبياء واتسجن، يعني فلبث في السجن بضع سنين. يعني مش دايما الميزان ده في عدل، في مطففين، في يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يكيل بمكيالي، كلمة يكيل بمكيالين، انه ده ابن عمه فيديله مثلا 10 حبات بمئة ريال مثلا، واحد من الناس العاديين يدوله بس 5 حبات بمئة ريال. طب ازاي يا عم الحاج يدفع نفس السعر وده ياخد كمية اكتر وده ياخد كمية اقل؟ يبقى اصبح هنا فيه ظلم في الميزان، يبقى الميزان ده مش دايما شغال صح. الميزان ده انا من وجهة نظري ان الميزان ده اشتغل غلط اكتر ما اشتغل صح. الميزان اللي انتوا شايفينه ده هو البرج اللي عامل نفسه ان هو برج الدبلوماسية والسلام والكلام الفاضي ده، يعني ده كلام كده قدام الناس بس، قدام الناس، لكن الحقيقة انه للأسف الشديد الميزان ده مش شغال دايما صح. في حاجة إضافية نحب نخلص بها القصة دي بقى، إنه فيه
عراك اسود في برج الميزان ما بين شرف زحل وما بين هبوط الشمس، لانه الشمس هي الملك وزحل ده هو الكارما والعقاب، حتى الملك يمكن محاسبته. السؤال، هل يمكن محاسبة الملك؟ ده سؤال. إذا كانت الشمس هي الملك وزحل هو كوكب الحساب والميزان ده هو ميزان العدل والكلام ده كله في كفة ميزان وحاجات زي كده، هل يمكن محاسبة الملك؟ للأسف الشديد نعم، للأسف الشديد نعم. سنة 2011 كان زحل الميزان وتم عزل حسني مبارك بعد 30 سنة من الحكم. سنة 1980 كان السادات وانتهت الحكم بتاعه في الفترة دي. ارجع قبليها تاني 30 سنة ورا، سنة 1953 كانت الثورة وانتهى الحكم الملكي وتحولت إلى جمهورية، والأخ اللي كان موجود ساعتها طار وهكذا. ترجع برضو 30 سنة 1953، لما تطرح منها 30 سنة تطلع عند سنة 1919 كده والثورة والكلام ده برضو وسعد باشا الزغلول والقصص دي. فأحيانا لما يدخل زحل في برج الميزان يتم محاسبة هذا الملك أو الشخص المسؤول في حكم الدولة. يبقى هل الملك يمكن محاسبته في برج الميزان؟ إيه؟ لما يدخل زحل في الميزان يحاسب أبوه عمر البشير، اتبهدل. في ناس أصلا بقى يعني اتدمرت، مثلا زي مين؟ زي القذافي ده مش اتحاسب، ده اتدمر اصلا من قبل ما يتحاسب. هو الحساب خده كده في الشارع على طول، يطلعوه من البلاعه يموتوه ويدفنوه. زي مثلا التاني ده علي عبد الله صالح بتاع اليمن، يبقى ده مثال، ده مثال، وهكذا في امثله كتير. في بقى ناس لازم تشوفها خلف القضبان، الناس اللي انت بتشوفهم خلف القضبان اعرف ان ده زحل متدخل في الموضوع، وطالما زحل وقفهم خلف القضبان اعرف ان برج الميزان دخل في الموضوع او له دلالة في هذا الموضوع. يبقى اذا برج الميزان هو البرج الوحيد القادر على اذلال الشمس، الشمس تضعف في هذا المكان، ويريد برج الميزان انه يشتغل جوكر، يعمل بقى ايه؟ خط الحياد، يعني على الحياد، لا معاهم ولا عليهم. زي مين كده اللي على الحياد؟ ببساطة دولة الكويت دولة على الحياد، دولة عمان هي دولة على الحياد. في الأزمة الخليجية ولم يتخذوا أي موقف زي دول الحصار الأربعة أو دول المقاطعة الأربعة. ففي ناس تقف على الحياد، لا معاك ولا عليك، لا مع الطرف الأول ولا مع الطرف الثاني، ولا مع الخصم ولا مع الثاني ده الخصيم ولا الكلام ده، هو كده يحب يقف على الحياد. في خط هنا كده خط ابيض، في خط هنا كده خط اسود. برج الميزان لا ابيض ولا اسود، هو يمسك الخط اللي في النص كده او المنطقه الرماديه ويتردد شويه بين كده وشويه بين كده، فهو برج التردد. ويظل هذا الميزان يتردد ويرقص ويجامل حتى تضيع منه الفرص، يبقى هو بيضيع الفرص بايده بسبب التردد الكتير. فهو البرج ده طبيعته كده، البرج ده فيه جوانب كتيرة. يعني في ناس تفتكر ان الميزان ده يقول لك هو برج العدالة وبس، لا، هو لو في عدالة احنا كنا جينا على الارض. دايما الخير والحق والكلام ده كله في بينهم صراع. يعني انت لو جيت تشوف الكرة الارضية هتلاقي دايما انه الخير والشر في خط فاصل فيما بينه، مرة ده يزيد ومرة ده يزيد، مرة ده يمشي شوية كده مرة ده يمشي شوية كده. هتلاقي مثلا انه الظلم والعدل دول اتنين برضو بيتخانقوا مع بعض، هتلاقي انه الظالم والمفروض ان في مظلوم عايز ياخد حقه منه، يبقى اصبح ده يمشي شويه كده وده يمشي شويه كده، كله بيتردد. الخط ده مش ثابت، لا هو ظلم ولا هو عدل، لا هو ظلم ولا هو عدل، الخير مره شوي والشر مره شوي، الظالم مره يعرف يجيب حقه والمظلوم مره ما يعرفش. فالحياه كده، يعني ما حدش يجي يقول ان الميزان ده هو برج العداله وهم كلهم حلوين وكلهم ملائكه، بالعكس الميزان ده هو برج خيخة ضعيف الشخصية، يجامل كثير ويكذب كثير. الميزان يحب يعلق الناس فيه ويربطهم فيه، يحب يعيش دور عمرو دياب ان انا راجل حبيب الكل، انا حبيب الشعب، حبيب الجماهير كلها، كل الجماهير بتحبني، وبناء عليه ينافق
الكل وينافق الجميع، يمدح الكل ويجامل الكل، وعايش بهذا الأسلوب. يعني تيجي تسأله وتقول له انت معانا ولا مع مين، يعني تقول له انت معانا ولا مع الناس التانيين، يقول لك انا ولا معاك ولا مع الناس التانيين، هو ماسك خط النص. يا ابويا طب خد قرار، امشي يا شمال يا يمين. لا هو مش عايز ياخد قرار، هو عايز يفضل قاعد في النص. طب هتستفاد انت من خط النص؟ هو كده الانسان ده، انسان برج الميزان دوره في الحياة بس يعيش على خط النص، صعب انه ياخد قرار. يعني هذا البرج، هذا البرج الله اعطاه كل النعم، ولكن يا اخي عدم رأيه، ما عنده رأي، وربنا عدم شخصيته، ما عنده شخصية. هنستفاد منه في ايه البرج ده؟ هنستفاد منه في معاهدات السلام والوساطات، ان في حد يعمل واسطة ما بين دولة وما بين دولة، وانه يعني ايه العلاقات الدولية بين الدول تستمر، العلاقات الدولية تستمر. يعني انت لو شفت ان في تركيا وفي روسيا في بينهم حروب كتيرة، لكن في يعني عقود تجارية شغالة، ما هو ما ينفعش عشان في خلاف في ملف نقطع بعض 100% او نتفق مع بعض 100% نص النص، يعني نتفق في الملف ده والملف ده والملف ده، ونختلف في الملف ده والملف ده والملف ده، يبقى شوية شوية شغال وشوية مضروب، سلك شغال وسلك مضروب، خط شغال وخط مضروب، وهكذا تستمر الحياة. إنما مقاطعة 100% أو مصالحة 100% ده ما فيش الكلام ده. الميزان هو برج نص نص. نرجع تاني ونقول، إن البرج ده شغال بمبدأ كيس وليس تطلع كويس، وفي رواية أخرى طب طب وليس تطلع كويس، يعني من الآخر كده سلك وعدي، برج بتاع تسليم. وبصراحة أنا يعني لازم أكون صريح في الموضوع ده، لأن خلاص أنا خربتها فأخربها بالمرة. البرج ده برضو من الأبراج اللي شغال بمبدأ التعريس، ملك كيس وفقط. أنا هكذب، هكذب ليه؟ ما كدب حرام. فبالفعل البرج ده بيعرس كتير، والكلمة دي في مصر لها معاني كتيرة، من ضمنها انه يوافق ويسقف على اي حاجة، اي حد يعمل اي حاجة يسقف له. فزي انتوا فاهمين طبعا احنا في اخر الزمن، فالحمد لله مش هكرر الكلمة دي تاني. المهم يعني فهو بيسقف على اي حاجة وبيجامل اي حد عشان ناخد اي موضوع، وبيمشي بمبدأ تاني عدم المقاومة. يعني البرج ده يحب يستسلم ويرفع راية الرايه البيضاء، وبالاخر كده بيقول لك ايه اللي يتجوز امي اقول له يا عم. هو برج الميزان اهو، اهو ده برج الميزان، ده برج اللي يتجوز امي، بلاش اكتبها دي، اقول له يا عم كده، هو كده يستسلم، يسلم امره لله وخلاص. يا ابني طب عندك راي؟ ربنا عدم رايه، ربنا اعطاهم كل النعم يا شيخ الا الراي، ما اعرفش ياخد راي. طيب لو محتاجين نطلب مثلا اكله كده من بره ولا اي لقمه كده، يتردد مش عارف يطلب اكل، مش عارف يطلب اكل، مش عارف يختار لبس، مش عارف يختار مكياج، مش عارف يختار بيرفيوم، مش عارف يختار اي شيء. البرج ده ربنا عطاه كل النعم، ولكن عدم رايه وعدم شخصيته، ويتردد كثيرا حتى تضيع منه الفرص. واخر شيء، اخر شيء، ان هذا البرج هو برج سياسه الباب الموارب، له مفتوح وله مقفول. سياسة الباب الموارب، يعني ايه الباب الموارب؟ يعني له مفتوح وله مقفول، يعني في ناس تخش كده وفي ناس تطلع كده. طيب يا ابويا المفروض الباب اللي يجيلك من الريح سده واستريح، فك نشرك. لا هو ولا عايز يسد الباب ولا عايز يفتح الباب. طب افتح الباب يمكن الريح يجي ياخدك ونخلص منك يا برج الميزان. لا هو مش عايز يسد الباب ولا عايز يفتح الباب، فيفضل بقى ايه يتعذب ويتألم ويتكتك، وبرضه هو راضي بالعذاب وراضي بالتردد وراضي بالحيرة. ونرجع لكلمة الحيرة دي بالذات ونحطها كده ما بين علامتين تنصيص، ونقول ان الحيرة جاءت لهذا البرج بسبب انه شرف زحل، فأصبح هذا البرج يخدم الحيرة ويخدم التردد ويخدم ايضا التسويف والمماطلة، فهو يماطل يسوف
بكره ان شاء الله عدى علينا بعد 15 يوم، عدى علينا بعد 500 سنه كده، يماطل ويسوف. وانا من وجهه نظري ان هذا البرج هو برج الخيخات والناس اللي عندهم شخصيه ضعيفه جدا ومحتاجين يمشوا مع برج الاسد، علشان برج الاسد يقوي لهم شخصيتهم، او برج الحمل برضو يقوي لهم شخصيتهم. ودائما وابدا ستجد في الحياه ان برج الميزان ملقح في هذا المكان، وبرج الحمل الكبش الخروف النطاح موجود في هذا المكان، والاتنين دول دايما في بينهم تجاذب اسمه تجاذب الاضداد، يعني تجاذب المختلفين او المتخلفين برضو، مختلفين لان هما الاثنين متخلفين من وجهة نظره. طبعا نقص الحته دي من الفيديو. طيب ما علينا، المهم ايه؟ المهم انه دائما تجد العلاقه ما بين الحمل وما بين الميزان، ودي قصه طويله نشرحها في حلقه قادمه. اذا عجبك الكلام عادي، ما عجبكش برضو عادي، عندك كلمه وفرها لنفسك، ماني مهتم لكلامك ولا مهتم لرايك، انا انسان ديكتاتور في الشرح. والى لقاء اخر في حلقه قادمه، والسلام عليكم. وعليكم السلام.